مراد بيك؟ بعتذر على الإزعاج سارة خانم، بس لازم نحكي مع بعض. يعني إذا مو مضطر خليها لبكرة. لو ماني مضطر ومستعجل ما بجي. الموضوع متعلق بجابر، لا تاكلي هم، ما رح أطلق كتير. نحكي برا؟ أنا بعرف شو اللي صار، وعرفت إنه طالعوكي من شغلك، وبعرف كمان إنه الناس اللي بالحارم ضايقينكم، وعلي كمان معروف شو وضعه. تعرفي أهلي تراجعوا مبدئياً عن قصة النقلة، بس بظن قلتلي إنه رح نحكي عن موضوع جابر. ليكي سارة خانو، ممكن نفدك من كل هالمشاكل، بعدين أنا وعلي علاقتنا متحسنة كتير. بعرف إني ما رح صير مثل أبوه، بس بوعدك أن يكون أخ كبير لإله. وغير هيك إذا بتوافقي على عرضي رح أخلي جابر جوا وما يحلم يطلع، والناس بعد فترة بيسكتوا وبينسوكي. اتجوزيني يا سارة وخلصي من كل هالمشاكل. ما عم بستنى منك جواب اليوم، بس يعني إذا بتفكري بالشي اللي عم قوله بهدوء رح تشوفي قديش العرض تبعي رح يفيدك، لأنه أنت من اليوم ما عاد فيك تعيشي بغير هالمدينة.